أخي يا من زللت في الظل لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم انتبه انتبه والظلم نوعان ظلم لنفسك وظلم لغيرك وكلاهما ظلم تحكي هذه الأخت الفاضلة قصتها بأنها كانت تعمل عندهم خادمة وكانت هذه البنت الصغيرة بنت العشر سنوات أو أقل تخدمهم خدمة متفانية وكانت أمينة وكانت نظيفة على حد قول هذه السيدة الكريمة وكانت تخدمها وزوجها وتخدم ولدها وابنتها فقط خدمة متفانية ولكنهم كانوا يعذبونها وتقول بأن زوجها كان يصعقها بالسلك الكهربائي ويضربها إذا تأخرت في نداء وإذا قصرت في عمل مع أنها تستيقظ في الصباح الباكر تعد الإفطار وتغسل الأطباق وتنظف المطبخ وتذهب بالأولاد بالولد والبنت إلى المدارس إلى غير ذلك ومع ذلك يعذبونها ويضربونها ويصعقون بالكهرباء ويقدمون لها مع ذلك ما تبقى عندهم من طعام ومن شراب إلى آخر ذلك من ذل ومهانة. الشاهد باختصار شديد هذه البنت لابن رجل فلاح مزارع بسيط فقير في مقابل أنه يأخذ من هذا البيت 20 جنيها فقط كل شهر لهذه البنت. هكذا تقول السيدة. طردوا هذه البنت بعد هذا العذاب الشديد لأنها فقدت بصرها من كثرة الضرب وكثرة الإهانة والتعذيب والعمل فقدت البنت بصرها. فلما خرجت البنت لم يبحثوا عنها لأنها لم تعد صالحة نافعة لهذا البيت. الشاهد باختصار تقول تخرج ولدها من الجامعة ثم تزوج زميلة له فتاة رائعة الجمال ورزقه الله منها طفلا. تقول وكانت الصدمة العنيفة الشديدة علينا أن الطفل كان أعمى فاقد البصر فتحول البيت إلى حزن وكآبة وفقدنا السعادة ولم نعد نعرف للسعادة طعما. تقول وبعد أيام وبعد شهور فقدنا الأمل في أن يعود البصر إلى هذا الطفل الجميل ولكننا صممنا على أن تحمل من جديد زوجة ابني وذهبنا إلى الأطباء وطمنونا وطمأنونا وبشرونا بأنه محال أن يأتي مولود آخر أعمى البصر لأنه لا يوجد قرابة بين الزوج وزوجه. تقول ونحن دفعنا البنت إلى أن تحمل واوا إلى آخره وحملت في بنت ووضعت بنتا جميلة. تقول وضعنا أيدينا جميعا على قلوبنا حتى طمأننا الطبيب بأن البنت سليمة وتبصر بفضل الله جل وعلا. تقول وكانت الفجيعة ووقعت المأساة مرة أخرى فبعد 7 أشهر نظرنا إلى الطفلة الجميلة فوجدناها تركز بصرها في اتجاه واحد فوضعنا أيدينا على قلوبنا وذهبنا بها إلى الطبيب مرة أخرى وكانت المصيبة وكانت الصدمة مرة ثانية أن أخبرنا الطبيب بأنها فقدت هي الأخرى بصرها. فأصيب الزوج الوالد الجد الذي طالما عذب الفتاة الصغيرة العمياء حتى فقدت بصرها ولا حول ولا قوة إلا بالله. قالت فأصيب بحالة نفسية قاتلة ونقل إلى مستشفى نفسية وإلى مصحة نفسية ولا حول ولا قوة إلا بالله. تقول وصرخ ولدي وسقط ولدي طريح الفراش لهول هذه الصدمة الكبرى. وأصيبت زوجته أيضا بحالة نفسية قاتلة. تقول وملأ القلب الهم قلبي بل وخيم الهم على بيتنا ولم نعد نعرف للسعادة طعمة. تقول وأنا أجلس في لحظة من اللحظات تذكرت الفتاة التي أفقدناها بصرها لشدة الصعق الكهربائي ولشدة الضرب والتعذيب والألم. تذكرنا هذه الفتاة. قالت فخرجت أبحث عنها في كل الطرق وفي كل البيوت وفي الشوارع وأسأل هنا وهناك وهنالك حتى وصلت إليها فذهبت إليها وقلت لها تعالي. قالت فكانت البنت أشد أصلا منا ولم تنس العشرة مع أننا أهناها وذعذبناها
وأذللناها، تقول فجاءت معي وهي في غاية السعادة والفرح، تقول جئت بها أقودها أنا لأنها لا ترى. فلما عادت إلى البيت وسمعت ابنتي صوت هذه الفتاة بكت هي الأخرى وتعلقت بها، وعلمنا جميعا أن ما أصابنا كان جزاء من جنس عملنا، فطلبنا من هذه البنت أن تسامحنا. وقالت: وكنت أخدم بنفسي هذه الفتاة وأخدم طفلي حفيدي ابني ولدي وحفيدتي بنت ولدي، أخدم الثلاثة الذين فقدوا بصرهم. فيا أيها الظالمون انتبهوا، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وستجنون ثمرة ظلمكم في الدنيا قبل الآخرة. ولا تغتروا بإمهال الله لكم ولا بستر الله عليكم. لا ترفع يدك على مسلم، لا تضرب مسلما بظلم وبغير حق، ولا تأخذ حقه من مال، ولا تنتهك عرضه ولا شرفه، ولا تهنه ولا تسفهه. إن الظلم ظلمات يوم القيامة. يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، فلا تظالموا فلا تظالموا. لك عدت من سراب فيه تهت، وعلى وجهي شظايا ندم فيه انتهيت.